في إطار محاربة الجنوح واللصوصية والقضاء على بؤر الإجرام بشتى أنواعه عبر إقليم ولاية مستغانم، تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنصورة من توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا ومحل بحث متورط في قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة. المشتبه فيه كان ينقل على متن سيارته 1464 وحدة من المشروبات الكحولية محلية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيه الموقوف. هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة من خلال الرقم الأخضر 1055 أو بالاتصال مباشر بأقرب فرقة للدرك الوطني.